شكرا ليك إرهام. وبالطبع احنا ما فيش اختلاف اللي احنا بنعيش مرحلة فاصلة في تاريخ مصر في الأيام دي في ظل التحديات الكبيرة اللي احنا بنواجهها سواء في الداخل أو في الخارج، خاصة مع انتشار الجماعات الإرهابية سواء في سيناء على حدودنا الغربية في ليبيا والهجمات الأخيرة اللي موجودة. ده طبعا بيبعت رسالة اللي احنا لازم كلنا نقف جنب بعضينا، يبقى في وحدة في الشارع المصري، نصطف لمواجهة الإرهاب، ندعم الجيش في هذه المرحلة، يعني ننحي الخلافات جانبا في هذه المرحلة، والاتجاه لمحاربة هذا الإرهاب، وبعث رسالة أننا متماسكين واقفين جنب بعضنا كلنا إيد واحدة وكده. دي رسالة طبعا أكد عليها الرئيس السيسي كم مرة وفي حوارات كتير جدا، لابد من الوحدة، لابد من الصفاف الشعب خلف الرئيس وخلف الدولة والتوحد. ده طبعا هيبقى موضوع حوارنا في هذه الوقفة مع الأستاذ زين السادات رئيس حركة وحدة الصف المصري والعربي. يعني بنرحب بحضرتك أستاذ زين. أهلا بك يا أستاذ زين. اسمح لنا يعني نتابع هذا التقرير ونبدأ نقاشنا، دورنا في هذه المرحلة وقراءات كمان مختلفة لكل تداعياتها. وحدة الصف الوطني والتكاتف ضرورة ملحة لاجتياز الأحداث العصيبة التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة. هذا ما أكده الرئيس السيسي خلال زيارته لكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم واجب العزاء للبابا تودرس الثاني في ضحايا الوطن الذين سقطوا غدرا على يد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا. الرئيس السيسي أكد أن تعدد المسلمين والمسيحيين هو السبيل الوحيد الذي يكفل سلامة الوطن ودحره للإرهاب، بل يضيف مزيدا من القوة والتلاحم للنسيج الوطني المصري الواحد. كما أكد الرئيس أن المحن تزيد المصريين صلابة وقوة، مشيرا إلى أن مصر تواجه أعداء كثيرين يريدون تفتيت وحدة الوطن. الرئيس شدد أيضا على أن أسر ضحايا الإرهاب في ليبيا سيلقون كامل الاهتمام والرعاية من كل أجهزة الدولة المعنية. كما أكد السيسي أن زيارته إلى كاتدرائية جاءت بدافع وطني وكمواطن مصري في المقام الأول قبل كونه رئيسا للجمهورية ولكل المصريين، حيث حرص على التوجه إلى مقر الكاتدرائية دون انتظار لإجراء أو ترتيبات مراسمية أو إعداد موكب رسمي. وأضاف أن الدولة المصرية التي احتفظت لذاتها بحق الرد في التوقيت المناسب وبالكيفية التي ترتئيها لم تألو جهدا لتحقيق القصاص السريع والعادل لأبنائها الأبرياء الذين قضوا جراء هذا الحادث الإرهابي الغاشم. الرئيس شدد على أن مثل هذه الأعمال الدنيئة المجافية لتعليم كل الأديان السماوية والقيم الإنسانية النبيلة لن تثني المصريين عن عزمهم مواصلة الطريق الذي بدأوه لبناء مصر الجديدة التي تحقق آمال وطموحات شعبها على أساس من العدل والمساواة واحترام حقوق الجميع. أكيد كل ما بتتعاد هذه المشاهد بترجع مشاعرنا كلها بالحزن والغضب من ناحية والإحساس بالرضا من ناحية أخرى على رد المصري السريع في الرد على هذه المجزرة البشعة اللي تعرض لها أبنائنا المصريين في ليبيا. بنعيد الترحيب بالأستاذ زين السادات رئيس حركة وحدة الصف المصري والعربي. أهلا بك مرة ثانية يا أستاذ زين. والفجاعة أكيد ما فيش خلاف على مشاعرنا تجاهها. الرد المصري بداية من خطاب الرئيس السيسي في يوم الإعلان أو بث هذا الفيديو وما تلاها من ضربات عسكرية وردود أفعال المصريين والقوى السياسية المختلفة عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا عايز اقول لحضرتك ان احنا في ظروف ما تستحملش ان احنا يحصل معانا او مع مصر اي نوع من التطاول عليها، سواء مع شعبها او سواء مع الدولة كدولة. فكان من الطبيعي جدا ان مؤسسة الرئاسة ترد على ما يحدث باي شكل ما، مش عشان ارضاء للشعب، لا، علشان ده الطبيعي ان احنا بنحافظ على الأمن القومي المصري سواء داخليا أو خارجيا، ولازم هيبة مصر تفضل في السماء زي ما هي طول عمرها في السماء. وزي ما اتقال في الأونة الأخيرة ان احنا عندنا درع وسيف نقدر ندافع بيه. الدرع والسيف ده طلع في 73 وعملنا بيه أحلى شغل وكان ربنا يعني معانا وانتصرنا.
ممكن الدرع والسيف قعدوا في الدولاب مثلا شويه، لكن طلعوا بقى تاني اليومين دول وهيبداوا يتعاملوا مع الناس ما دام الناس مش عايزه سلام، لان مصر هي بلد المحبه والسلام. فاحنا ما بنحبش ان احنا نيجي على حد، لكن في نفس الوقت لن نسمح والشعب المصري لن يسمح بان حد يجي عليه ولا على اولاده سواء داخليا او خارجيا. ده مرفوض شكلا وموضوعا. فما تم وما ما فعله الجيش المصري او الطيران المصري ببراعه ان هم يأدبوا الناس دي، ودي مش سابقه اولى يعني، هي حصلت قبل كده برضو زمان، لكن احنا عايزين نقول ايه، ان اللي هيقدر اللي هيبص لمصر لازم مصر تاخد حقها بدون النظر عن اي حد او اي مهاترات خارجيه او اجنبيه او اي دول. لان احنا شفنا بقى دلوقتي الدول الاجنبيه دي بالذات امريكا قلعت برع الحياه، خلاص قلعوا لنا برع الحياه، فاحنا بقى مش هنستناهم، لا احنا لازم نفكر بقى زي ما كنا بنفكر في الاونه الاخيره، شعارات وكلام جميل ومنمق ده ننساه، لا احنا نفكر في بلدنا، نفكر في مصر، ازاي ان احنا نحافظ على ارضنا، ازاي نحافظ على شعبنا، ازاي نحافظ على اولادنا، ازاي يبقى في عندنا تنميه. هم كل همهم هم عايزين يوقفوا عجله النهوض بمصر، الاستحقاق الثالث اللي هيتم. تمام تمام. يعني عايزين يكعبلونا، هي دي الفكره، عايزين يكعبلونا. طب احنا بقى دورنا احنا ايه كمواطنين في الشارع بقى، احنا موجودين، انا كمواطن في شغلي في عملي، احنا كاسره واحده مسلمين مسيحيين، كل اطياف المجتمع دورها ايه في المرحله دي دلوقتي؟ حضرتك احنا يعني العمل هو اساس النجاح. الالتزام والعمل هو اساس النجاح. الضمير الحي لكل مواطن مصري في عمله، احنا لو كل واحد عمل اللي عليه وعمل يعني الحاجه المسنده اليه ان هو يعملها بضمير وبدون اي نوع من الاختراقات، تاكد ان مصر هتكون بلد جميله. وبعدين لازم في نفس الوقت يبقى في نوع من المسانده الشعبيه. احنا الحركه بتاعتنا حركه وحده الصف المصري والعربي لما عملناها لان احنا بقى لها سنتين تقريبا، عملناها لان احنا حسينا ان الشعب المصري في مناطق كتير بتفتقد الانتماء والحب لمصر. وعملنا هذا الموضوع وبدانا ننتشر على مستوى الجمهوريه ونتحرك على مستوى الجمهوريه. تقصد اماكن في سينا تحديدا؟ سينا وحلايب وشلاتين. احنا رحنا وزرنا وعشنا مع اهالينا اللي في المناطق النائيه دي عشان يحسوا قد ايه ان في انتماء ما بيننا، وان هم مش غرب، لان بعد فتره السنه بتاعه الجماعه الارهابيه اللي كانوا بيحكموا كان بالذات الحته بتاعه شلاتين دي كان عندهم نوع من يعني عدم كانوا مش فاهمين هم تبع مصر ولا تبع السودان. فكانت من الرحلات المهمه اللي عملناها، وكان معايا صديقي العزيز الوزير محمد العرابي، طلعنا عملنا يعني لقاءات مع شيوخ العرب اللي هناك والقبائل، وقعدنا معاهم وشفنا ايه احتياجاتهم وحاولنا ان احنا نعمل نوع من الفكر. احنا عايزين يعني رحتوا للدايره اللي بينظر اليها على انها مهمله جدا، ما اعتمدتوش على اللي موجودين ومشاركين في الاحداث في قلب الاحداث يعني. لا 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 لا، احنا انطلقنا خارج نطاق القاهره وخارج نطاق الاسكندريه وخارج نطاق هنا. هم دول بيمثلوا الامن القومي المصري بالفعل، ده على الحدود، على حدود السودان، على الحدود هنا، هو غزه على الحدود، يعني هو ده بالظبط اللي احنا اساس الحركه عاملينها، ان احنا عايزين يبقى في وحده صف مصري اساسها. الصف المصري مش في القاهره، مش في اسكندريه، مش في الريف هنا يعني. الحاجات دي محتاجه طبعا، ورحنا في الريف ورحنا، لكن كان اهم حاجه عندنا ان احنا ننطلق على الحدود المصريه، والناس اللي عندها نوع من حاسه انها غريبه عن مصر نقول لهم لا ده احنا واحد، وان احنا شعب واحد، لازم كلنا نقف يد واحده ونتكاتف ويبقى صف واحد قدام اي حد يفكر ان هو يعني يشق هذا الصف المصري. تمام. فكان دي من اساسيات الحركه بتاعتنا، ان احنا بنجتهد ان احنا نعملها، والحمد لله. وعلى المستوى العربي برضه احنا على المستوى العربي بنتحرك. تمام. في الدول العربيه ومع اشقائنا العرب بنحاول بقدر المستطاع. الخطر بقى واحد دلوقتي يا استاذ زين، يعني الخطر بقى بيهدد الدول العربيه دلوقتي، بقى عندنا في دول عربيه عندها داعش برضه دلوقتي بتهددها، في محاوله لتقسيم المناطق العربيه كلها، فاحنا لو ما اتحدناش خلاص احنا كلنا الخطر كلنا بيتهددنا احنا. ما هو ده اللي احنا شفناه من سنتين فاتوا، عشان كده بقول لحضرتك احنا لما انشانا هذه الحركه واجتهدنا فيها وعملنا علاقات مع اشقائنا في الدول العربيه، في السعوديه وفي الكويت وفي دول الامارات
وبقى لينا مكاتب هناك وناس بتتحرك معانا هناك علشان نعمل ايه؟ لازم الظهير الشعبي. يعني حضرتك احنا لما يكون في ظهير شعبي مع الظهير السياسي بيقدر يبقى في نوع من التكاتف ووحده يقف قصاد اي حد يفكر ان هو. لمست الظهير الشعبي ده يا استاذ زين بعد الضربه الجويه العسكريه اللي استهدفت مواقع داعش، ردة الفعل عند المصريين ايضا يعني كانت ليها وقفه، في حاله من الحماس، حالة من المزيج من الخوف مع الفخر، حالة كده يعني بترجعنا لأيام زمان، أيام اللي مصر فيها خاضت حروب وخاضت تحديات، والجيل ده اللي عاش الثورة وما عاشهاش يعني قدر أنه شاف الثورة وشاف نوع منها أيضا. أنا يعني مش عايز أقول لحدك أن أنا طبعا يعني الضربة دي على قد ما هي كانت ضربة يعني حلوة لمصر وجميلة، لكن أسعدتني لأن فكرتني ب 73، لأن أول واحد طلع وضرب واستشهد فيها كان عمي عاطف السادات الله يرحمه. برضو الضربة دي طلع فيها حد من العيلة، بس أنا مش هجيب سيرته. والحمد لله رجعوا سالمين وعملوا الضربة ورجعوا سالمين، فأنا يعني فخور بأن العيلة في امتداد لها من أولادها ومن أحفادها بتحب مصر وبتجتهد عشان مصر وبتعمل في خير مصر. يعني احنا كلنا كأسرة هتشوف الامتداد، هتلاقي كلنا بنعمل لصالح هذه البلد والخير هذه البلد، وان شاء الله مصر محروسة يعني تمام. في القرآن وفي الإنجيل مصر محروسة تمام. فاحنا ما نخافش عليها، بس لازم يبقى فيه نوع من الوحدة مع بعضنا، نوع تمام. من الاتحاد، نوع من الصدق مع نفسنا، يبقى فيه صدق مع نفسنا في العمل، في إخلاص في العمل، في ان احنا نقف ورا قيادتنا ان احنا اخترناها، احنا مادام احنا يعني اتفقنا على حد واخترناه نقف وراه عشان تمام. ربنا يكرم مصر بيه ونعدي هذه المرحلة الحرجة اللي مصر كلها بتمر بيها. هي الفكرة كمان مش كانت ضربة عسكرية، هي فكرة كرامة، كرامة المواطن المصري الموجودة في أي مكان، اللي احنا مش هنسمح بتطاول على أي مصري موجود في أي مكان أو إهدار دمه أو استحلال دمه في أي مكان من الأماكن. رسالة موجهة يعني الليبيين اللي موجودين دلوقتي في هناك يعني أو المصريين اللي موجودين في ليبيا دلوقتي، ازاي احنا نتعامل معاهم او ازاي اللي احنا برضو نشجعهم اللي هم يخلي بالهم من المخاطر اللي هم موجودين فيها او يرجعوا لوطنهم تاني عشان برضو ما تبقاش في مشاكل تانية جايه في الايام اللي هو جاي. الاهم النداء بالعوده ده الاهم يعني واللي مصر كانت بتقوم بيه من قبل حتى المجزره دي. شوف حضرتك يعني انا عندي راي في الجزئيه دي تمام. هي مصر هي تعتبر الاب والام لكل مواطن مصري سواء في الداخل أو في الخارج. فالنهاردة لما الأب والأم يقول لك ارجع خد بالك ما تروحش، لازم أسمع كلام أبويا وأمي. ما ينفعش أن أنا يعني احنا تعودنا وتربينا على كده أن أنا بسمع كلام أبويا وأمي. النهاردة مصر هي أبويا وأمي. المسؤولين في مصر شايفين أن الدنيا دي هناك مش حلوة، لما يقولوا يا مصريين محدش يروح المنطقة دي يبقى محدش يروح المنطقة دي. يا مصريين لموا نفسكم ورجعوا كده واحدة واحدة من غير ما حد يحس بيكوا علشان محدش يصطادكوا يبقى نعمل كده. يعني لازم يبقى في نوع من المراعاة أن أنا أسمع كلام الكبير لأن هو شايف أحسن مني. طب عندك تفسير للنفسية دي يا أستاذ زين؟ النفسية اللي هي ممكن تواجه الموت، وهل هي مثلا رغم ان المقارنة افظع بتوازي الحالات اللي كنا بنشوفها في الهجرة الغير الشرعية كان رايح للموت وكنا بننبه وبنحذر ومع ذلك كان بيروح، هي نفس الحالة نفس النفسية نفس المنطق؟ يعني كمان يعني ايمان كمان بقول لك انا لقيت ايه في بلدي مثلا، يعني منطقه أيوة. اللي بيتكلم انا لقيت ايه في بلدي هنا عشان ما اللي في ايده في الميه بقول لك زي مش ايده اللي فوق، يعني هم ده كلامهم يعني اللي بيتكلم كده بيقول لك مش حاجه في بلدي انا كده كده ميت. فانت تقول له ايه في القصه حضرتك؟ هتجريني ان هو رايح ان هو مش لاقي حياه كريمه، يعني هنوصل ان هو منطقه كده يعني اللي رماك على المر الامر. بقول لك اللي رماك على المر الامر تمام. لا انا عايز اقول للناس ان احنا ممكن كان في مصر في فترة كانت صعبة، فترة العمل فيها كان صعب، لكن صدقني ان احنا يعني بعد اللي انا شايفه في مصر من الفترة اللي فاتت ديت شهور القليلة ديت والفكر الجديد اللي الناس شغالة بيه وان هم عايزين يبقى في نهضة في مصر ويبقى في تنمية وفي رخاء، لا انا شايف ان المصريين بلدهم اولى بيهم وشعبهم اولى بيهم، لان الشغل في مصر هنا هيبقى كتير وهيبقى كويس. لازم نحاول بس الناس تعمل، هي المشكله ان الناس تعمل، يبقى في نوع
من الصدق مع النفس في العمل حضرتك، هي دي مشكلتنا. لازم كل واحد يبقى مسؤول عن عمل يتقنه، ربنا قال كده، اتقن العمل يا عم، ما ينفعش كده. لكن في ناس ما يعني اسما بتعمل لكن ما بتعملش حاجه خالص. فاحنا لو زي ما الناس بتسافر في الخارج تشتغل وبتشتغل اعمال ما بتقبلش تشتغلها في بلدها هنا مصر، زي سلوكيات كتير قوي في الشعب المصري. انت النهارده في الدول العربيه ولا الدول الاجنبيه وانت ماشي في الشارع، الشارع نظيف زي الفل، حد يجرؤ يرمي ورقه؟ لا مفيش. لان لو رميت ورقه يا هتدفع غرامه يا هتتحبس. لو احنا بقى فعلنا قوانيننا اتفعلت بدون وساطه ومحسوبيه وبدون اي حاجه، تم تفعيل هذه القوانين، الكلام ده كله طبعا انا عايز اقول ايه، احنا مستعجلين عليه الله بسواعد المصريين، تبقى في رقابه ذاتيه كمان من بعد الاستحقاق الثالث بقى حضرتك اللي هو مجلس النواب القادم ان شاء الله لما يتم على خير. انا يعني متفائل، يعني عندي نوع من التفاؤل ان هيبقى في نخبه من المثقفين والمتعلمين والناس اللي بتخاف على البلد ديت هتتكلم وهيبقى صوت عالي ان لازم نفعل القوانين. لازم كل واحد يحترم نفسه، كل واحد يحترم بلده، لازم يكون السلوك العام بتاعنا سلوك يعني متحضر عشان نقدر نرتقي بلدنا ونبقى كلنا على صف واحد من المحبه بيننا وبين بعض. بمناسبه السلوك يا استاذ زين، ليه دايما الازمات هي اللي بتبرز افضل ما فينا؟ يعني دايما لما مصر بتمر ازمات، الحقيقه كان ازماتنا كتير السنين اللي فاتت، دايما السلوك الحقيقي للمصريين وتحضره لجواه والعاطفيه لجواه بتظهر، على عكس سلوكه المعتاد او مشاعره المعتاده في الايام العاديه. ده ليه بيظهر وقت الازمه بس؟ هو الشعب المصري شعب بتاع الشدائد. وقت الشده تلاقيه، زي مثلا عندنا في الريف وقت الحزن او وقت الوفاه تلاقي الناس كلها اتجمعت، وقت الفرح تلاقي الناس كلها اتجمعت. يعني احنا للاسف خدنا على كده، هي مشكله الشعب المصري انه خد في الشده تلاقيه واقف جامد جدا، في الحزن هتلاقيه واقف جامد جدا، في الفرح برضه هتلاقيه واقف جامد جدا، هي دي طبيعه الشعب. بعد كده بيحصل نوع من الارتخاء. لو تفتكر حياتك في بدايه الثورات كان اللي بيحمي المناطق والشوارع والميادين شباب المنطقه واهل المنطقه وبنات المنطقه، كانوا بينزلوا ويقفوا وهم اللي كانوا بيحموا. يعني يعني وصلت لدرجه كده ما كانش في امن، جالنا فتره ما كانش في امن، كان اللي بيحمي اهل المنطقه اهل الحته. فاحنا شعب خدنا على كده، وللاسف برضو واخدين على ان احنا عايزين قائد. يعني احنا شعب يعني خدنا من زمان من قديم الازل على ان احنا لازم يبقى في قائد يقود هذا الشعب. تمام، هي دي مشكله الشعب المصري. لو كلامنا مشكله وميزه ولا عيب؟ لا، هي الاثنين، هي ميزه وعيب. يعني ميزه في الشعب الايه المغلوب على امره، وعيب لان احنا المفروض ان احنا يعني في سنه دلوقتي 2015 والتكنولوجيا والدنيا بقت حاجه ثانيه، المفترض ان احنا نعتمد على نفسنا ويبقى الموضوع عندنا بسيط سيستم. يعني الموضوع بسيط عموما، يعني ما عشان ما فيش سيستم. هي المشكله في ايه؟ سيستم، حط سيستم صح، اداره صح، هتلاقي الدنيا زي الفل. تمام، طب احنا لو اتكلمنا بقى على دور المؤسسات الدينيه اللي موجوده في ظل بعض المفاهيم المغلوطه في الشارع موجوده، وبعض الناس عندها مفاهيم مغلوطه كتير، يعني دور المؤسسات الدينيه دلوقتي ايه بالظبط؟ تعمل ايه او دورها ايه دلوقتي في الفتره اللي احنا موجودين فيها دلوقتي؟ والله انا يعني دي نقطه مهمه جدا لحضرتك بتسيرها. الازهر الشريف طبعا عليه دور كبير جدا، الدعاة، الناس اللي هي لها حق الظهور وتبقى موجوده في الاعلام، تقدر تتكلم اكتر مع الشباب، تقدر تعمل نوع من التوعيه. يعني احنا ينقصنا نوع من التوعيه شويه للشباب. تمام. لازم يكون في، احنا بنعمل كتير كحركه، بنعمل ندوات كتير قوي، وبيجي ناس من الناس اللي بتوع الدين بيساعدوا معانا وبيقفوا معانا وبيحاولوا يتكلموا ان هم يشجعوا الشباب على الالتزام وعلى حب البلد وعلى ان هم يكون عندهم نوع من الاخلاص والانتماء الانتماء ما انت لو مصلحه البلد فوق اي اعتبار. يعني ما هو انت عندك حتتين بتفتقدهم جامد جدا. تمام، التعليم هو الاساس اللي يخليك عندك انتماء للبلد دي. النشأ، انت عندك مشكله في النشأ النهارده، النشأ الصغير ده بيأثر على السلوك كمان، سلوك البني ادم طول حياته. حضرتك احنا كنا زمان واحنا صغيرين اما بنروح المدرسه كنا نقف في حاجه اسمها طابور الصباح، في حاجه اسمها تحيه العلم، في حاجه اسمها نشيد بلادي بلادي، في كده
كان في انتماء، كنا كلنا بنحب كده ونقف كده في الطابور وبتاع مش عارف ايه الحاجات اللي هي خدنا عليها، فكان في نوع من الانتماء للعلم وانتماء للبلد وانتماء. الحاجات دي احنا مفتقدينها بعد المدارس الخاصه كتير، وبعد فلوس اهم حاجه والمدارس الحكوميه بتاعتنا. حضرتك انت تتخيل ان انا كنت بزور مدرسه لقيت المدرس بيشرح للطلبه على الحيطه مفيش سبوره؟ هل ده يحدث في مصر في 2015؟ ما ينفعش. لا، التعليم محتاج ثورة، التعليم محتاج ان احنا يعني نعيد، لان بالتعليم بتنهض الامم. ما ينفعش، لازم يبقى فيه تعليم جيد، يبقى لازم فيه ناس مثقفة، ناس تعرف ازاي تفكر صح عشان تقدر تدير البلد صح. دي واحدة من أساليب مواجهة الفكر المتضارب. طبعا لو بنتكلم عن فئة الشباب اللي تعرضوا لغسيل مخ أو جات لهم قناعة أنه الدين، يعني انطلاقا من الحماسة والغير على الدين، أنه لا الدين يجب أن يرتبط بالسياسة، مش بنتكلم عن المتطرفين قد ما بنتكلم على فئة المتعاطفين، لما يشوفوا المشاهد اللي احنا شفناها للمصريين وهم بيتبحوا على شط البحر بهذا الشكل الوحشي، تفتكر ممكن قناعاتهم هتتغير؟ لا، انا افتكر ان هو مش هيفكر ان هو يروح ناحيه اي حته، يعني هو يعني خلاص بقى. بص، اللي شاف المنظر ده وشاف العيال اللابسه اسود دي، دول مش طبيعيين، دول ما تقوليش ان دول عرب ولا لا 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 طبعا، او دول مسلمين. لا ولا مسلمين، لا ولا لهم صله بالدين الاسلامي ولا المسيحي ولا لهم صله بحاجه خالص. دي ناس مرتزقه، ناس الواحد منهم طوله 2 متر ولا اكتر، عيال ما اعرفش هم جايبينهم منين. دول عيال مرتزقه، ناس بيجيبوهم يشبهوا للمارينز كده والعالم. هي الطريقه نفسها، طريقه الاخراج، حتى طريقه التصوير، طريقه يعني ده فيلم. انا بقول لحضرتك لا، احنا لازم بقى نشجع شبابنا. النهارده الشباب المصري المخلص اللي عايز يجتهد، اللي عايز يشتغل، النهارده لازم نهتم بيه. ما برضه مؤسسات الدوله، معلش يعني مع احترامي بقى للمسؤولين عن الدوله، لا لازم النهارده اهتم. انا لما الاقي شباب مثلا، على سبيل المثال، شباب مصر باب الوصل عايزين يعملوا مؤتمر حلو عشان المؤتمر الاقتصادي اللي جاي، ويبقى نوع من الدعم مع المؤتمر الاقتصادي في الدول العربيه، ما اقفش جنبهم ليه؟ هم لازم يبقى في 5 6 هم اللي اقف جنبهم من الشباب، واسيب بقيه شباب مصر. ما دام انا بقول لازم اهتم بالشباب، بمعنى الدعم، توفير المكان اللازم، تحقيق الدعايه، لازم ادعمهم بالاسلوب. هم مش محتاجين فلوس، هم محتاجين دعم حكومي يقف يعمل لهم سبورت. فالنهارده ايه المانع ان انا اقف ورا شباب عايز يجتهد؟ والنهارده وانا عرفت ان هم عملوا رساله بعتوها للرئيس، احنا شباب مصر عايزين نجتهد. الناس دول جولي من يومين قالوا لي احنا يعني عايزين نعمل حاجه عشان البلد ونساعد، عمالين يقولوا الشباب الشباب الشباب. هو الشباب واقف دوره على الاثنين ثلاثه اللي بيطلعوا في التلفزيون كل يوم؟ ما ينفعش كده. تمام، يعني لازم ان انا الدوله دي لازم تاخد بالها ان في شباب كتير مجتهد، شباب كتير بيحب مصر. لازم اشجعه، مش هم اللي 5 6 اللي بظهرهم في التلفزيون وكده. فلازم يبقى في نوع من الرقابه. انا يعني مانيش عارف مين اللي بيدير الحته الصغيره ديت، لان مش هيفضل الراجل الكبير هو اللي بقى باصص على الحاجات دي كلها. المساعدين والمستشارين والناس دي فين هم؟ رئيس الوزراء عنده مساعدين، فين هم؟ يبصوا على الناس ديت، لازم يشجعوا كل اي شاب بيدور على البلد وبيدور على ان هو يعمل اي نوع من التنميه ويساعد في عجله التنميه وعجله البناء. لازم اسهل له، لازم اقف جنبه. هو مش محتاج فلوس، ده هو محتاج حد يقف جنبه من الجهه الحكوميه. ليه انت بتبعد عن الشباب؟ هو الحكم على الاستراتيجيه دي او السياسه دي انها تتغير دلوقتي، ولا الحكم الاوقع يكون بعد اكتمال المؤسسه التشريعيه والبرلمان المجلس النواب الجاي؟ احنا حضرتك طبعا، انا مع حضرتك ان لازم البرلمان، لكن انا مش هوقف العجله. ما ينفعش. انا النهارده لازم ابقى ماشي في الخطين متوازيين، اشجع الشباب واقف جنبهم عشان هم دول المستقبل. انا عمال اقول الشباب طب فين؟ يعني لما يبقى الشباب بيطرق الباب وبيقول يا مصر يا مسؤولين يا حكومه يا دوله يا لهوي، يعني هيعملوا ايه يعني تاني؟ يعني انا مش فاهم. ما تقفوا جنب الناس، وانتوا لازم 5 6 هم اللي يبقوا في الصوره. ما عايزين نبطل القصه بتاعت زمان دي بقى، عايزين نقف جنب الناس بقى. الاعلام بقى استاذ زين، الاعلام عليه دور كبير جدا في قنوات كتير معاديه، وانت عارف يعني احنا دورنا ايه كاعلام، احنا بنحاول توعية برضه، في دور كبير للاعلام في المرحله دي. لا الاعلام ده الاعلام ده موضوع كبير قوي، خد بالك. يعني مش عايز حد يزعل مني. لا مش الاعلام، خد بالك، انا 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 فخور بالاعلام المصري. صدقني الاعلام المصري الحكومي
يعني مسبيرو بما فيها من جميع القنوات، أنا شايف إن هي أولا في تطوير جامد جدا جدا، في مواجبة للأحداث سريعة جدا، بس لسه الانتقادات موجودة لسه برضه. لا هي الناس مش فاهمة دور التلفزيون المصري وحساسية الوضع اللي موجودة فيها. ما أنا عايز أقول لحضرتك هو الكمال لله وحده طبعا، كل مكان هيبقى فيه برضه دفوهات. يعني أنا مش بقول إن هو المكان كله 100 100، لا مش 100 100، بس على الأقل بنحاول. طلع بقى فيه طفرة حلوة جدا التلفزيون المصري. لكن تيجي تكلمني على الفضائيات، لا الفضائيات دي شغالة تبع الأهواء، خد بالك. من رؤيتي ومن زياراتي ليهم لا، دي الفضائيات دي كلها شغاله تبع الاهواء. تمام. صاحب القناه دي عايز يلمع مين، عاوز يظبط مين، يروح جايبه مظبطه. القناه دي عايز يخلص على مين، يفضل يلخبط فيه على لحد ما الناس تاخد فكره عنه انه زي الزفت، وهو راجل كويس، لكن هم لهم كيف في كده. ففي قنوات شغاله على كده، ان هي تحرق واحد تشتغل عليه مش عارف ايه. فده موضوع يعني لو في نوع من الانصاف وبعين النهارده الضمير في العمل. تمام. النهارده العمل ده انت، فالطبيعي ان انت تكون عندك نوع من الانصاف ونوع من الحكمه. تمام. في عرض المشكله وعرض الموضوع. تمام. نشكرك شكرا جزيلا استاذ زين السادات، رئيس حركه وحده الصف المصري والعربي، على تشرفنا النهارده في هذا الصباح. شكرا ستي. شكرا صباح الخير عليكم وعلى الجمهور كله، ربنا يخليك. ودلوقتي وصلنا لمرحلة الاقتصاد، ونتعرف على أهم الأخبار الاقتصادية مع الزميلة حنان الخولي. تفضلي حنان.